الماتش فاز 4-1 على المولي. والراجل قال لك ان انا يعني عملت شغل وتاني والتر بايس اتغلب 5 مباريات لكن يعني لا يعرف التعادل ولا دجلة ودي حاجة كويسة يعني بيخسر يا بيكسب يعني اتغلب 5 ماتشات وفاز 3 مباريات ما شاء الله احسن بتسع نقط كسب اول ماتش واتغلب 5 ماتشات وبعد كده كسب الاتحاد وكسب الجونة سبت. واذا كنا بنتكلم عن ماتش الجونة فلازم نقول بقى ان وادي دجلة يعني اللي كان في موقف حرج اعتقد النهارده بعد يعني مكسبين ورا بعض مش هتسرع يعني او بقول ان هو خلاص حط رجليه في الجدول لكن هذا مؤشر على انه عرف طريقه بدا يعرف او يتلمس طريقه في الدوري الممتاز ودي بتحتاج بعض الوقت فاذا كان هو النهارده يعني بدا يكسب ماتشين ورا بعض فاعتقد خد ثقه كبيره جدا الشوط الاولاني زي ما شفنا كده ما فيهوش حاجه يمكن 2-3 للجونه وبعدين الجونه استحوذه كان يعني شويه اكتر لكن الفعاليه على ملعبه الجزاء لكن الفعاليه طبعا كانت في دي ضربه الجزاء طبعا زي بتاعت الترجي بس بتاعت الترجي ما اتحسبتش بالظبط وما عندوش حظ جمال حمزه ربما لو دخلت دي كانت فرقت وجاب جونين في يعني كانت فرقت لصالح وادي دجله وطبعا يعني الجونين جايين في ايه في 10 دقائق الاخيره يعني 83 دقيقه 95 خلاص فانا بشوف انه اذا كنت هتكلم يعني على الوضع الفني للجونه فانا شايف ان الجونه النهارده اذا كان دجله بيعود فانا بشوف ان الجونه بيتاخر بشكل كبير اقالته اسماعيل يوسف طبعا انا يعني هي وجهه نظرهم لكن انا شايف ان اقالته طبعا هتكون لها ردود افعال سلبيه هو استقال اعتقد يا كابتن فتحي ما اعرفش هو استقال ولا هم اللي اقلوه لا يعني الكلام ان هو تقدم استقالته عقب المباراه وقبلت ايا كان موقف لكن هو طبعا يعني انه النهارده عشان يرجع النهارده مدرب زي ما اتفقنا قبل كده لا يعني الكلام ان هو تقدم استقالته عقب المباراه وانه ضروري بقى انه حتى المدرب اللي يجي يبقى ده طبعا الجون الثاني انا بشوف ان الجونه يعني نتائجه كلها على بعضيها ما فيهاش عدم ما فيهاش اي استقرار شايف ان هي نتائج معظمها سلبي لا ما تقدرش تقول ان هو هيجي امتى يعني انا حكمت على دجله يا رب ما يغسلني ان هو كسبان ماتشين مش سهلين عنده اللي جاي الانتاج الحربي مع استئناف الدوري يوم 25 يبقى هو ده اللي ممكن يعني في الانتاج الحربي وان كان طبعا مما لا شك فيه لو بصيت جدول الدوري هتلاقي ان الجونه برضو وسموحه الاثنين موقفهم شديد الحساسيه مظبوط لكن زي ما قال الكابتن مصطفى ماتشين بس يطلعوك صعوبه المسابقه بتخليك النهارده في اشد الحاجه لاي بونت لانه ممكن جدا اللي يبقى هذا الموسم تحديدا ممكن جدا فرق نقط قليله جدا يعني صحيح هذا واحده شومه ثانيه من لا بس الجونه ضاع منها جوال كتير ما انا بقول لك الشوط الثاني الجونه طبعا ضاع منها كتير ما فيش توفيق هو بقول لك الثاني بيوصل وموفق لما تيجي الجون ده بص الثاني بيوصل وموفق لما تيجي الجون ده بص الثاني بيوصل وموفق لما تيجي الجون ده بص انا بعتقد ده خطا من الحارس اكيد عبد المنصف ما كانش يعني يبدو ان الهدف الاولاني يعني خلاه في حاله مش لو الجون ده ما يخشش في عمود